الطفل غيث رفيق يمين 16 عاماً شهيد فلسطيني آخر برصاص قناص إسرائيلي استهدفه بالرأس ليرتقي على الفور. غيث حمل على أكتاف رفاقه وشيع في نابلس وسط هتاف باستمرار المقاومة. ارتقاء غيث جاء بعد ساعات على إيعاز رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت إلى جنوده باستخدام القوة المفرطة بحق الفلسطينيين أينما كانوا. استخدام القوة القصوى لم يكن جديداً، فمنذ أشهر عديدة يتعمد جنود الاحتلال استخدام الرصاص الحي في قمع التظاهرات الفلسطينية واستهداف الأجزاء العليا من الجسم بهدف إيقاع عدد أكبر من الإصابات القاتلة في صفوف الفلسطينيين. هذه الحكومة المجنونة الآن تخوض معركة البقاء في سدة الحكم عبر التنكيل بالفلسطينيين، وجواز سفرها الوحيد وجسرها الوحيد للبقاء في الحلبة السياسية هو بالانقضاض على الفلسطينيين. غيث استشهد فيما كان مئات الشبان يصدون اقتحامات المستوطنين لقبر يوسف في نابلس بحماية جنود الاحتلال الذين اعتلوا أسطح المنازل القريبة وأطلقوا الرصاص باتجاه المواطنين، فيما شهدت بلدة برقة شمال نابلس اعتداءات من المستوطنين الذين هاجموا بيوت الفلسطينيين بالحجارة. وبحسب الهلال الأحمر فقد أصيب أكثر من 40 فلسطينيا بجراح في نابلس وبرقة. إن دل على شيء أن هنا على يدل على أن هناك ضوء أخضر من الجانب الرسمي الحكومي الإسرائيلي الذي لا يعاقب، لا يوجد هناك رادع لهؤلاء المستوطنين. نتحدث عن عدة قضايا سجلت ولكن لم يفتح للتحقيق فيها سواء أقل من 3% من هذه الدعاوى التي تجاوزت الآلاف. وفي بلدة حوارة جنوب نابلس أحرق مستوطنون مركبة فلسطيني، فيما حطموا نوافذ مسجد في عريف ورشقوا منازل المواطنين بالحجارة. نسرين سلمي، رام الله، الميادين.